على كل اللي تنضم إلينا اختصاصية التغذية ريتا عون. ريتا أهلا بك، يسعد صباحك، منورتنا دائما. صباح الخير. طيب ريتا، بدنا نحكي للمشاهدين حتى نفيدهم فوائد الجبن وأضراره، يعني فوائده من ناحية غناه بالفيتامين دي بالكالسيوم المفيد للعظم، من ناحية تانية في ناس تتشكى أنه في جبن يكون مالح ويرفع ضغطهم مثلا. مزبوط، الجبنة هو فيه كتير أسس مثلاً بتنفع الإنسان، مثل فيه فيتامينز، فيه فيتامين A، فيتامين D، فيتامين K، فيه كتير كالسيوم، فيه بروتينات، هلأ فيه دهون كمان، في أجبان هلأ فيها الدهون اللي هي الدهون المشبعة اللي بتأذي، وفي أجبان كمان عالية بالملح الصوديوم. صح. So two side two negative إذا بدنا نقول النيوتريينتس بقلب الجبنة اللي بيضروه هن الملح والدهون المشبعة. والأسس البوزيتيف اللي بقلب الجبنة هن الفيتامينز والمينرالز الموجودين فيها مثل الكالسيوم والفيتامين A D K. طيب ريتا، بنقدر نحكي عن أجبان تحتوي على لاكتوز أو في أجبان لاكتوز فري؟ لأنه هلأ صار كتير مهم يعني الناس فيما يتعلق بالحساسية. مزبوط، في كتير أنواع جبنة حتى لو الواحد عنده لاكتوز انتوليرنت فيه يكون عم بيخلون، لأنه بالبروسس تبع الفيرمنتيشن وقت يعمل، هو صحيح بيعمل الجبن من الحليب، والحليب السكر تبع الحليب هو اللاكتوز. في عنا عالم ما فيها تهضم اللاكتوز، ما عندها الإنزيم تبعه، بس الجبنة بالفيرمنتيشن بروسس وقت نعملها بخف كتير اللاكتوز فيها، بيتكسر، فبيصير الإنسان فيه يأكل كوانتيتي صغيرة منها حتى لو كان عنده لاكتوز انتوليرنت. أكيد فيه حسب أنواع جبنة مثل البارموزان فور إكزامبل ما فيها لاكتوز بالمرة. طيب ريتا، أنا مثلاً عم بعمل ريجيم أو دايت لأنه الجبن غني بالدهون، هل يجب أن أتفادى الجبن أو لا؟ في حلول ثانية. الحلو أنه في عنا أجبان ما فيها كتير دهون وفيها كالوريز قليلة مثل الكوتج تشيز، الكوتج تشيز أو القريش. هيدي الجبنة كتير صحية وما فيها كتير دهون، قليل كتير الدهون فيها، قليل الكالوريز فيها، فينا نكون عم ناخدها بالديلي لايف حتى لو كنا عم نعمل دايت. كمان الأجبان البيضة مثل الفتة، الموتزاريلا، لو إن فات، كلهم قليلين بالدهون بدنا نكون عم ناخدهم. كمان فينا نكون عم ناكلهم حتى لو نحن عم نعمل ريجيم. بس في عنا أجبان كتير عالية بالدهون مثل التشيدر. تشيدر 30 جرام تشيدر فيهم تقريبا 9 جرام دهون. طعمتهم دسمة يعني. بس طيبة. طب ريتا مثلا كيف انا بدي اعرف انه هاي الجبنه عندها تاريخ انتهاء فعاليه، مش فعاليه، شو بيقولوا، صلاحيه تاريخ انتهاء صلاحيه مثلا، وخلص انه ما بنفع ارجع اكلها بعدين؟ الفريش تشيز، كل شيء طازه منه معلب وهيك، بيكون عنده عاده صلاحيه انتهاء يعني سريعه. لانه بيكون فيه مويستر عالي، كل المويستر عالي يعني المي بيكون فيه نسبه عاليه، بتكون دغري بينتزع بعد 3-4 ايام بالبراد. بس في عنا اجبان لا، بيضاينوا اكثر، يلي هن سبيشلي الكاند تشيز او الانديفيدجوالي راب تشيز، بيضاينوا في منهم صلاحيه انتهاء تبعهم يمكن سنه، لان بحطوا لهم مواد. بس هدول الاجبان نحن ما بنحبذهم، كل شيء بروسس تشيز نحن بنقول انه ذا ليست فيفورت، اقل شيء بنحبذه، بالعكس بنحبذ الفريش، كل شيء فريش از اولويز ان اوبشن. شكرا جزيلا على تواجدك معنا. ثانك يو، ميرسي. اختصاصية التغذية، شكرا ريتا. شكرا لكم.